بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتعلم مع بعض خاصية ظريفة جدا، وهي الflex spaces. الflex spaces الديفولت فاليو بتاعتها هي قيمة اسمها auto، يعني بيوزع الأبعاد أو بيوزع الحجم بتاع العنصر automatic. الflex spaces بتعمل ايه؟ خلينا نروح كده العنصر من العناصر بتاعتنا، مثلا رقم 2، وهقول له الويتس 300 بيكسل. ايه اللي بيحصل لما اقول له الويتس 300 بيكسل؟ العناصر العاديه بتاعتنا الويتس بتاعها 80 وده 300، والعناصر زي الفل ومتوزعه ما فيهاش اي مشكله خالص، ما دام في مساحه في الكونتينر الاب، فكل واحد بياخد المساحه اللي انت مديها له. هنا الكنترول الكامل ليك انت عشان لسه في مساحه في الكونتينر. اول ما المساحه اللي في الكونتينر دي تقل، يبدا الكنترول يروح منك ويبقى موجود مع الفليكس بوكس، هو اللي يبدا يوزع العناصر بطريقه ذكيه تناسب المساحه الموجوده في الكونتينر. تعال نشوف مع بعض. العنصر الاول بقى 64، الثاني بقى 198، وهيفضل يصغر لحد مرحله معينه هتلاقي ان ما بقاش في مكان ان واحد يتميز عن الثاني وان كلهم هيكونوا قد بعض. شايفين دي المرحله اللي كلهم بقوا قد بعض؟ ده كلام عظيم وعارفينه، مفيش فيه اي مشكله، يعني ما جبتش جديد انت كده. نيجي عند الفليكس بيسز. اول حاجه هتلاحظ ان الفليكس بيسز تقدر تكتب فيه 300 بيكسل 20% 30%، نفس بالظبط السي اس اس يونتس اللي انت بتكتبها في الويتس عادي جدا، مفيش اي مشكله، وكمان الخاصيتين مكتوبين جنب بعض ما فيهمش اي مشكله. طيب هنلغي الويتس دلوقتي ونبدا نطبق اللي عملناه من شويه. هل يا ترى هيكون فيه اختلاف؟ لا مفيش اي اختلاف، برضه نفس القصة، هيبقى ليك كنترول والكنترول ده هيروح لما مبقاش فيه مساحة في الكونتينر بالشكل ده، وتمام جدا وانا مش شايف اي اختلاف، ده شيء عظيم. اول حاجة، او خلينا نقول اول اختلاف جوهري بين الويتس والفليكس سبيسز، انه الفليكس سبيسز ملوش علاقة بالويتس بس، ده ليه علاقة بالويتس وبالهايت. لما يكون عندك الفليكس بتاعك الدايركشن بتاعه رو زي كده، فالفليكس سبيسز هنا بيتعامل مع العرض، لكن لو عندك الفليكس دايركشن بالشكل ده كولم عمود بقى المره دي، هتلاقي انه الفليكس سبيسز دلوقتي بيتعامل مع الطول. الفليكس سبيسز بيبدا من 300 هايت، 80 بيكسل ويدث و 300 هايت، يعني الموضوع بيختلف من حاجه لحاجه. لو احنا بقى ما بنستخدموش وبنستخدم ويدث هيحصل ايه؟ بصوا هيحصل ايه، شايفين يا شباب؟ هنا تبدا تبوظ الدنيا، هنا انت طلعت بره فكرتك. ويدث 300 يعني ويدث 300، لكن فليكس سبيسز انا بتكلم في الويدث وفي الهايت وفي كل حاجه على حسب الدايركشن بتاع الفليكس بتاعك. الفليكس يا جماعه بتستعمله في الفليكس ايتمز اونلي، اونلي ان فليكس ايتمز. لو ده عنصر من عناصر الفليكس بوكس او الابناء بتوعه تقدر تستعمل فيه الفليكس سبيسز، لكن لو ده عنصر بره الخاصيه دي ملهاش لازمه خالص، مش بتعمل حاجه من الاخر، وبرده ملهاش اي تاثير على عناصر الابسوليوت اللي هي متوزعه بالبوزيشن او بالوضع المطلق مثلا. فطبعا لازم بس تكون فاهم الفرق بينهم، عشان لو في يوم انت ماشي بالعناصر بتاعتك او الدايركشن بتاعك رو عادي، وجيت مثلا في الريسبونسيف او في الموبايل او في شاشه ثانيه حولته الكولوم، ما تبص منك الدنيا بالشكل ده، وتبقى العناصر متوزعه بشكل سليم، والبيسس يكون هو واخد الويتس والهايت حسب ما انت محدد له. طيب من اجمل الحاجات اللي في البيسس ان هو في شورت هاند في الفليكس تقدر تستخدمه مع حاجات تانية، دي حاجه من الحاجات العظيمه اللي تفرق كتير عن الويتس. الويتس هيخليك تعمل سطر كود وبعده على طول تيجي تعمل باقي الحاجات اللي انت عايزها، لكن في الشورت هاند بتاعت الفليكس اللي هنتعلمها دلوقتي انت بتكتب وان لاين بس. معلومة بس يعني أخيرة عن الفليكس سبيسز، إن هو بيتأثر بالماكس ويدث. لو جيت أنا دلوقتي لغيت الرو ده أو الكولوم وخليت الرو، وجيت هنا قلت له فليكس سبيسز 300 وقلت له ماكس ويدث 200 بكسل، الفليكس سبيسز بيحترم الويدث، يعني بيحترم الماكس ويدث بالشكل ده، فتقدر توقفه عند بوينت معينة برضو مفيش مشكلة خالص. طيب ده كلام عظيم، خلينا بقى نلغي ده كله ونيجي نتعلم الشورت هاند بتاعت الفليكس. الفليكس يا شباب شورت هاند بتقبل مني ثلاث حاجات. اول حاجه الفليكس تقبلها مني الفليكس الشورت هاند خاصيه الفليكس جرو، بعدها على طول الفليكس شرينك، بعدها على طول الفليكس بيسز. يا ترى ايه الديفولت فاليو لخاصيه الفليكس؟ نفس الديفولت فاليو بتاعت الثلاث حاجات اللي قدامك دول. الفليكس جرو الديفولت فاليو بتاعه 0، الفليكس شرينك 1، الفليكس بيسز اوتو. دي الديفولت فاليو بتاعت خاصيه الفليكس، عظيم. خاصيه الفليكس من اعظم الحاجات ومن اذكى الحاجات اللي هتتعامل معاها في حياتك. كل قيمه هتكتبها في الفليكس هتتفهم بالشكل الاحترافي المناسب. خلينا نيجي على العنصر رقم 2 واقول له فليكس 200 بكسل. لما تكتب له 200 بكسل ويعمل ديتكت ان دي سي اس اس يونت، هيروح اوتوماتيكلي حاططها فين؟
هيروح اوتوماتيكلي حاططها في الفليكس سبيسز، لانها اولا ما ينفعش تتحط في الجرو ولا ينفع تتحط في الشرينك لانها بيكسلز. لو جيت كتبت 20% بالشكل ده هيعمل ايه؟ نفس الموضوع بالظبط، هيروح حاططها ايه زي ما انتم شايفين في البيسز، لانه ما ينفعش تقول له فليكس جرو 20% ولا فليكس شرينك 20%. عظيم. طب لو كتبت فليكس جرو فليكس بس 1 هيعمل ايه؟ نفس اللي انا قلته، وقعت بلساني اهو، فليكس جرو 1 والبيسز 0، لانه ما ينفعش تقول له فليكس بيسز 1. كل حاجه هتعملها بطريقه وتحاول تعقدها له هيفهمها باحتراف باذن الله. طيب لو جيت انا دلوقتي كتبت له 2 او خلينا نقول 1 وبعدها على طول 200 بيكسل، يا ترى يفهمهم ازاي؟ مش تاني قيمه دي عندنا الشرينك؟ طبعا مش محتاج اقول لك، ما ينفعش تقول له فليكس جرو 1 وفليكس شرينك 200 بيكسل، فبيروح على طول بيجنور اللي انت ما كتبتوش ويسيب الديفولت فاليو ويقول له فليكس سبيسز 200 بيكسل. فكل حاجه انت هتكتبها هيفهمها بطريقه احترافيه. طيب انا دلوقتي قلت له فليكس جرو مثلا 0 بالشكل ده، وجيت قلت له 200 بيكسل، يا ترى هيعمل ايه؟ اول حاجه هيقول لك الفليكس جرو 0، الفليكس شرينك 1، والبيسز 200. 200 ده ليهم كلهم؟ لا، خلينا بقى نحط الكلام ده في عنصر بس منهم، بلاش كله اهو فليكس عشان نجرب بقى التجربه بقى ايه الاحترافيه. فليكس هقول له 0 وبعدها 200 بيكسل. 0 معناها ايه؟ انه الفليكس جرو 0 والشرينك 1 والبيسز 200 بيكسل، انت حددت له اهو 200 بيكسل فوق اهو. طب لو قلت له فليكس جرو 1 بالشكل ده والبيسز 200 هيعمل ايه؟ فليكس جرو 1 هيخليه ينمو اكتر منهم كلهم زي ما انتم شايفين، فخد المساحه الباقيه كلها زي الفل 330، مع ان انت قايل له البيسز 200 عادي جدا، البيسز 200 يعني انا هبدا من 200 عادي مفيش مشكله خالص، لكن لو انت شلت ال 200 دي وخليتها كده ملوش اي علاقه وهيفضل زي ما هو، لانه بدا يوزع العناصر انه ينمو او يوزع العنصر انه ينمو اكتر منهم، فخد المساحه الباقيه كلها بالشكل ده. لو انا مش عايز ياخد مساحه نعمل ايه؟ نفس المثال، مش عايزك تعمل جرو خالص وسيبني انا اوزع المساحه 300 بيكسل بالبيسز بالشكل ده 300 بيكسل اهو. الخاصية بتاعتنا واحدة من أذكى الخواص ممكن تتعامل معاها، وزي ما انت شايف هنا ما بقتش محتاج اكتب ويتس ومعاه فليكس جرو ومعاه فليكس شرينك، التلاتة في وان لاين. طيب عندنا حاجة أخيرة يا شباب قبل ما نقفل الدرس، هي معلومة كده بسيطة جدا. لو في يوم من الأيام انت عندك عنصر هنسميه مثلا ان، وهكتب جواه كلمة ان، ده عبارة عن ديف بالشكل ده أهو، وجيت عند الديف ده الان ده خليته مثلا ان لاين بلوك، هكتب عليه ديسبلاي ان لاين بلوك. عنصر الانلاين بلوك ده عشان طبعا هو انلاين بلوك وده عنصر فليكس واخد الفول ويت، اللي هيحصل انه في العادي خالص بصوا العنصر تحته، مش محتاج اقول لك يعني، عشان العنصر ده يجي جنب الفليكس انت ممكن تروح تبوظ اللي احنا اتعلمناه وتروح عامل العنصرين دول جنب بعض، ده فلوت ليفت وده رايت، او تعمل فليكس جوه فليكس وتروح في الفليكس نايت مير في الاخر في دوامه، مع ان عندك ميزه جميله جدا جدا في الفليكس ان انت تقول له هنا بدل ديسبلاي فليكس انلاين فليكس. بس inline flex هيعمل لك الفليكس بوكس بالمسطره باذن الله عادي جدا، والعنصر بتاعك التاني هيجي جنبه. هتقولي ما جاش جنبه يا عم وشكلك وحش يا باي، بص اهو زي ما انت شايف كده الاثنين جم جنب بعض، وعيش حياتك بقى في ده عادي جدا، فليكس بوكس اتشقلب جواه مفيش اي مشكله خالص. ففي وقت ما لو حبيت ان الفليكس بوكس بتاعك يكون inline جنب حاجه تانيه تقول له display inline flex. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، في حاجة ممتعة جدا هتبسطكم في الفيديوهات اللي جاية تخص الفليكس، أشوفكم إن شاء الله مع الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم.